السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عايزين نقول لكل واحد ما حضرش المحاضرة اللي فاتت يتفضل، مش هيعرف يفهم حاجة لا النهاردة ولا المحاضرة بتاعت اللي جاية. استأذنوا عشان ما يضيعش وقتنا وما يقعدش مش فاهم حاجة. اللي ما حضرش المحاضرة اللي فاتت أنا بقول مش هيفهم أي حاجة، يبقى حرام يضيع وقت. خلاص؟ وأنا منبه هنبدأ بيه النهاردة إن شاء الله، هنخلصه النهاردة. ده هياخد 6 ورقات من المذكرة أسهل ما يكون، اللي هو نفراتيك سيندروم. نفراتيك سيندروم، شوف بقى الدنيا سهلة بقى لأن احنا خدنا البيزك كلها. خلاص؟ أول حاجة الـ definition of nephrotic syndrome عبارة عن clinical condition characterized by 4 حاجات: heavy proteinuria. دلوقتي فاهمين يعني إيه proteinuria ويعني إيه heavy proteinuria. hypoproteinemia، massive generalized edema، والشرط الرابع with or without hypercholesterolemia، يعني ده مش يشترط وجوده، لكن الاساس الثلاثة الاولانيين hypoproteinuria، hypoproteinemia، massive generalized edema. لو لقيت الكلام ده بقول ان العيان ده عنده ايه؟ nephrotic syndrome. طيب النقطة الثانية بعد الـ definition وقت الـ etiology، كلام العادة اللي احنا عارفين. ايه بقى اللي هيجيب لي nephrotic syndrome؟ لو جينا بصينا لأسباب الـ nephrotic syndrome بيقسموهم حسب الـ pathology، ودول اللي بيسموهم primary causes أو primary types. الـ primary types دول قسموهم حسب الـ underlying pathology، شكل الـ pathology ايه؟ ليه؟ لأنهم زمان ما كانوش عارفين القصص اللي احنا كلنا عارفينها دلوقتي، كانوا مقسمين هذا الكلام حسب شكل الـ pathology الموجود في الكلى اللي انتوا خدتوه في سنة ثالثة. أول حاجة congenital نيفروتيك سيندروم. الكونجنيتال نيفروتيك سيندروم كل دول هنتكلم عليهم النهارده. كونجنيتال نيفروتيك سيندروم وهنفهم ايه قصته. الحاجه الثانيه مينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم. Minimal change in nephrotic syndrome. الحاجة التالتة membranous glomerulonephritis. شوفوا هنا ما قلتش nephrotic، glomerulonephritis، وهنشوف ايه سبب الكلام ده دلوقتي. membranous glomerulonephritis. الحاجة الرابعة فوكال جلوميريلو سكليروزس. فوكال جلوميريلو سكليروزس. خامس حاجة ممبرينو بروليفراتيف جلوميريلو نيفرايتس. ممبرينو بروليفراتيف جلوميريلو نيفرايتس. واخر حاجه اللي هي رابيدلي بروجريسيف
17. طيب السكندري كوزز، السكندري كوزز بقى الباثولوجي اللي حصل ليه الكدني نتيجة سيستميك ديزيز. في عندي سيستميك ديزيز هو اللي سبب الباثولوجي بالكدني، لكن الاسباب التانية دي ما كانش معروف السبب ايه، ما فيش اي سيستميك ديزيز، الكدني هي فقط اللي فيها ايه افكتد. اما الثاني الكدني بارت اوف سيستميك ايه ديزيز. زي ايه؟ هناخد ان شاء الله الكولاجين ديزيزز، وهنعرف ان عندنا السيستميك لوبس اريثيماتوزس، اذا مالتي سيستم ديزيز، العالم عنده حاجات في الهارت، حاجات في السكين، حاجات في المسلز، حاجات في الجي اي تي، حاجات في السي ان اس، حاجات في الجوينتس، حاجات كثيره جدا من ضمنهم مين؟ الكدني. بس في نقطة مهمة وهنقولها ساعتها، إن مفيش مريضة لوبس الكدني مش هتبقى افكتد، اللوبس كدني ماست بي افكتد. طيب هناخد برانش تاني اللي هو الاندوكراين، وهناخد في الاندوكراين إن الدايابيتك نيفروباثي إذا ماست. بعد 5 سنين ديوريشن بنبدا نتوقع العيان يدخل مني فين؟ في دايابيتك نيفروباثي، بعد ما بدخل في السكر في 5 سنين. وما بيجي نتكلم على دايابيتس هنفهم برضو الكلام ده حصل ازاي. خدنا حاجه في الهيماتولوجي اسمها انوك شونولاين بيربر الرجيك فاسكولايتس، قلنا ممكن تؤثر على الكدني وتعمل لنا جلوميرولونيفرايتس. بعد كده السيكل سيل، السيكل سيل ممكن تؤثر على الكدني، ايوه ممكن يحصل اميون كومبلكس فورميشن، ممكن يحصل نيكروزس في الكدني، واتيفر ممكن سيكل سيل تعمل مشاكل في الكدني. الليمفوما، هناخد في الانكولوجي ان الليمفوما ممكن تعمل اوتو اميون نيفرايتس، يحصل هذا الكلام مع الليمفوما. الناس اللي عندهم شيستوزوما مانسوناي والملاريا ممكن يحصل معاهم نيفروباثي. كثير من الأدوية بتعمل إيه؟ نيفروباثي، نيفروتوكسيك، وأشهرهم الجولد والديب السلامين، the highest نيفروتوكسيك دراكس اللي ممكن يؤثروا على الكيب. كل دول اسمهم إيه؟ سكند ريكوز. معروف إن ده دايابيتك وبدأ يجيله رينا الأنوملي أو رينا البروبلمز، يبقى أنا عارف المشكلة من الدايابيتس. إذا عندها لوبس وبدأت تشتكي مشاكل في الكدني، يبقى معروف إن هنا الباثولوجي اللي في الكدني سكندري مين؟ للوبس، وهكذا. دول اسمهم سكندري، سكندري كوز. خلي بالكم بقى، إحنا عندنا الكونجنتال والمينيمال تشينج اللي أنا عامل عليهم مربع أزرق ده، دول بيجوا ببيور نيفروتك بس. هما اللي بيجوا بيور ايه؟ نيفروتك بس. اللي هما في المربع الازرق مينيمال تشينج والكونجنتال، دول بيجوا بيور نيفروتك. ودلوقتي اللغه مفهومه، بقول نيفروتك مفهومه. لكن كل الاسباب البرايمري والسكندري كلهم ممكن العيان يجي بنفروتك بس، ممكن يجي بنفرتك بس، ممكن يجي بنفرتك نفروتك كونديشن. يبقى هنا الحاجه الوحيده اللي فيهم تيجي نفروتك بس مين؟ مينيمال تشينج والكونجنتال. لكن الباقي ممكن يجي بنفروتك، ممكن يجي بنفرتك، ممكن يجي بنفرتك نفروتك ايه سيندروم. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان افترضنا جه وصف لي حاجه في الامتحان ان هي نيفروتيك سيندروم، قال لي ولد مثلا عنده بافنس، عنده سكروتال اديما ومعاه اسايتس، اشار الى جنراليزد اديما كويس. وعشان يشير الى ان الاديما لازم يقول بافنس، تمام؟ عنده بافنس سكروتال اديما ومعاه ايه؟ ومعاه اسايتس. طيب الولد ده عملوا له يورين اناليسيس،
طلع الالبومين في اليورين 4 بلس، او يكتب لك بين قوسين ان هو طالع مثلا 2.5 جرام بير 24 اورز. ده هيفي بروتينوريا ولا لا؟ ها؟ هيفي بروتينوريا. عملوا له التوتال بروتين، طلع التوتال بروتين بتاعه ساي طالع 3 جرام، والسيرم البومين بتاعه 2 جرام. كله قليل، هنعرف دلوقتي النورمال. يعني بيوصف لي ايه؟ قال لي عنده جنراليز دي ان اي. قال لي هيفي بروتينوريا، صح. قال لي عنده هايبو بروتينيميا. الثلاثه دول كاتبين يقولوا ايه؟ نيفروتيك سندروم. وبعد كده قال لي تحت السؤال انومريت سسبكتد كوزز اند ديسكاس هاو تو دايجنوز ايه؟ وان اوف ذيم. في مشاكل؟ يبقى هنا هقول كل اسباب النيفروتيك سندروم واشرح مين، اشرح الموست كومن. لكن افترضنا جاء قال لي الاتي: ولد عنده بامبنس ان ذا ايرلي مورنينج، باي ذا اند اوف ذا داي عنده اديما في الدورسم وذا هاند والدورسم وذا فوت، عملوا له يورين اناليسيس لقوا عنده ار بي سيز في اليورين اكتر من 30 سيل بر هاي باور بيل، معناه ان فيه ايه؟ في هيماتوريا. مش كده وبس، اليورين اوت بوت بتاعه كويس اقل من 400 ملل بير متر سكوير، يبقى عنده ايه؟ اوليجوريا. ومعاه هيدك عشان يقول لك ان في ايه؟ هايبرتنشن. العيان ده ايه؟ نفريتك. يقول لك انوميريت كوزس. لما يقول لي انوميريت كوزس يبقى هقول كل الاسباب دي، بس ما اجيبش المربع الايه؟ الازرق، ما اجيبش سيريت كونشنتال نفروتك ولا مين؟ ولا مينيمال اكشينج، لان بيتكلم على ايه؟ نفريتك. لو وصف لي نفريتك نفروتك هقول الكل برضه ما عدا المربع الايه؟ الازرق. المربع الازرق دول بيجوا بيور بيور نفروتك بس، عمرهم ما بيجي معاهم نفريتك ايليمنت. طيب ايه الموست كومن عندنا في الاطفال من دول؟ الموست كومن عندنا في الاطفال من دول يا ولاد المينيمال تشينج. المينيمال تشينج تمثل 70% من حالات النيفروتيك سندروم اللي بنشوفها في الاطفال. المينيمال تشينج تمثل 70% من حالات النيفروتيك سندروم اللي احنا بنشوفها من الاطفال. في الاطفال كلهم. معنى ذلك ان انا لما يقول لي ايه اسباب النيفروتيك سندروم واشرح واحده منهم، انا غصب عني لازم اشرح مين؟ المينيمال تشينج، لان هي الموست كومن، وده فضل من الله ونعمه، لان دي احسن واحده فيهم ايه؟ بتستجيب للعلاج بتاعها. طيب بعد كده نيفروتيك مكتوبه نيفروتيك مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم. طيب المهم نيجي بقى نشوف، هنشرح الموست كومن تايب فيهم اللي هو المينيمال تشينج نيفروتيك. نيفروتيك اذا كانت موجوده نيفروتيك سطحوها. مينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم. المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم اول حاجه هي سببها ايه؟ سبب المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم اوتو اميون. كلمه اوتو اميون دلوقتي ايه؟ مفهومه. الجسم بتاعي بدا يطلع انتي بادي، الانتي بادي ده بيعمل ايه؟ بيدمر السيالوبروتين. يبقى هنا في عندي اوتو اميون ديس اوردر، بيطلع عندي انتي بادي بيعمل ديستراكشن اوف ايه؟ سيالو بروتين. ايه هو السيالو بروتين ده؟ كان البروتين اللي مغطي الفينسترا بتاعه البيزمنت ميمبرين اوف ذا كيدني. لما السيالو بروتين يتضرب انا على طول فهمت ما حدث ايه بعديه، هيحصل هيفي بروتين.
بروتينوريا سيلكتيف ولا نوت سيلكتيف؟ لازم تبقى سيلكتيف ايه؟ بروتينوريا. وحتلاقوا مكتوب تحتيها ان هي امبروفد باي ميزلز انفكشن. الاثنين دول لو جالهم ميزلز يتحسنوا لوحدهم. ليه هيتحسنوا لوحدهم؟ دي في الحقيقه اي اوتوهيون ديزيز يتحسن باي ميزلز انفكشن. عارفين ليه؟ لان الميزلز بتعمل سبريشن للتي سيل، وادام تعمل سبريشن للتي سيل هتوقف كل الاوتو اميون ايه؟ بروسيس. ولذلك الناس اللي عندهم اوتو اميون ديزيز وجالهم ميزلز يتحسنوا وقت الميزلز انفكشن. لكن اي واحد عنده انفكشن وجاله عليه ميزلز يبقى اجريفيتد، واحد توبركلوس مثلا وجاله ميزلز انفكشن يتحول من لوكالايزد تي بي انفكشن الى ميجر ايه؟ توبركلوزس. ليه؟ لان الميزلز بتعمل سبريشن للتي سيل فانكشن، ولما بتعمل سبريشن للتي سيل فانكشن التي سيل تؤثر على السيل ميديتد والهيومورال ايه؟ اميونيتي، تاثر على الاثنين. ولما ناخد اميونولوجي هنفهم ما يعنينا. الناس دول بيتحسنوا باي ميزلز انفكشن عشان ده اوتو اميون ايه؟ ديزيز، والميزلز بتعمل سبريشن للتي سيل فانكشن. طيب النقطة الثانية كلينيكال بقى، المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم أكثر في الولاد عن البنات، ليه يعلم الله؟ لكن وجدوها نسبتها في الولاد عن البنات 2 إلى 1. النقطة الثانية هي الموست كومن، قلنا تمثل كام؟ 70%، وبتيجي دايما يا ولاد في عمر ما بين سنتين لسبع سنين. هل معنى هذا إن هي قبل سنتين ما بتحصلش؟ ده هتحصل، احنا هناخد دلوقتي ان هي ممكن تحصل in the first 6 months، اول 6 شهور من العمر، لكن is not common، is rare. ممكن تحصل بعد 7 سنين ممكن، بس is not common، is rare. لكن ال common stage of presentation بيبقى كام؟ من سنتين الى 7 سنين. ولذلك احنا دلوقتي بنشرح ال minimal change عشان هي ال most common في المرحلة العمرية دي من الطفولة. لكن يجي في البطنة يجيب لك سيرة المينيمال تشينج يقول لك از رير عندهم، لان هو بيعالج ما فوق 18 ايه؟ فمش هيشوف مينيمال تشينج خالص. فالمينيمال تشينج عندهم بيكنسلها لان هي مش كومن عنده ولا بيشوفها في الكبار. لكن احنا بنشرحها بالتفصيل لانها كومن عندنا فين؟ في الاطفال. طيب العيال بقى كلينيكالي هيجي في ايه؟ برضه بنقول للناس فكر كده وشكل دماغك انت تطلع كل حاجه. هي ايه النيفروتيك سندروم؟ العيان عنده هيبي بروتينوريا. هل العيان هيجي يقول لك انا عندي زلال في البول؟ هيحس بيه ازاي ده؟ مش هيعرف. هايبوبروتينيميا، هل هيقول لك انا عندي نقص البروتين كده في الدم، حاسس ان انا دايخ شويه او مسخسح او هفان؟ لا. طيب هايبر كوليسترولميا، هل هيشتكي ويقول لك والله انا حاسس ان الدهون عندي عاليه في الدم ماشي بزحلق؟ لا. يبقى هو الحاجه الوحيده اللي كلينيكالي هو هيلاحظها واللي حواليه هيلاحظها هو مين؟ الماسيف جنراليزد اديما. العيانين بتوعنا دول المين برزنتيشن ان عندهم ماسيف جنراليزد اديما. زي الصور ما هي معبرة عندكم على الماسيف إديما. الماسيف جنراليز إديما بتاعت الرينال بتبدأ دايما في الايلاند. ليه يعلم الله؟ وقلت لكم قبل كده ان اللي يقول لكم الرينال إديما ليه تبدأ في العين، قول له لنا ولن تيعق. خلاص كده؟ لنا ولن ت ولا حد في الدنيا يعرف. كلام كده؟ واضح مش واضح؟ واي حد يقول لكم اي تفسير قول له هذا اضغاث واحلام. كويس كده؟ ده يعني حلم حضرتك شفته امبارح. كويس؟ ولا ايه بالظبط؟ ليه؟ لان ذا لاير مفيش اي اكسبلانيشن في العالم كله بيقول ليه الرينا القديمه بتبدا في العين. يبقى هنا عندنا ماسف جنراليز قديمه. بتبدا بايه؟ بابنس اوف ذا ايلتس، عينين العيان بتنفخ، بعد كده الاطراف
الإديمة بتبدأ بالدورسم والذهان والدورسم والزفوت، بعد كده تبقى اكستنسيف إديمة توصل للجينيتاليا، الرجلية كلها تولد والجينيتاليا يبان فيها، الولد عنده سكروتال إديمة، البنت عندها ليبيا إديمة، بعد كده الأبدومينال وول تبقى إدابيتس وشيس وول، بعد كده في عندي كولكشن اوف فلويد في البروتينيال ساك هيعمل اسايتس، او في البلورال ساك يعمل بلورال افيوجن، او في الهارت يعمل لي بريكارديال ايه افيوجن. يعني ممكن توصل العيان يبقى عنده جنرالايزد ايه اناسارك. يا ترى ايه سبب الإديمة الهايل؟ شوفوا بقى الدنيا سهله. اول سبب هايبو بروتينيميا قللت الاوزموتيك بريشر، فالميه خرجت بره، وفهمنا هذا الكلام المره اللي فاتت. السبب الثاني قلنا لما الميه خرجت بره البلاد فوليوم هيقل، البينس ريتيرن اللي راجع للهارت هيقل، يقوم طالع الانتي دايوريتيك هرمون من الهايبوثالامس، الانتي دايوريتيك هرمون يعمل ووتر ريتنشن، ده اللي مكتوب عندكم في الدياجرام المربع ده الملخص بتاعه. يبقى الانتي دايوريتيك هرمون عمل ووتر ريتنشن، زود مين؟ الإديمة. مش كده وبس، الفينس ريتيرن لما قل، الدم اللي طالع من الهارت قل، الرينال بلاد فلو هيقل، طالع الرينال. الرينال عمل ايه؟ الرينال حول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1 اتحول الى 2، وال2 ده طلع الدسترون، فعندهم الالدسترون ايه؟ عالي. الالدسترون عمل صوت اند ووتر ريتنشن، الإديمة زادت ولا ما زادتش؟ زادت. يبقى سبب الإديمة ثلاث حاجات: اوزموتيك بريشر واطي، انتي دايوريتيك هرمون عالي، والدستيرون ايه؟ عالي. في مشاكل لا جديد، كلها معلومات قديمه ومضروبه. النقطه الثانيه ودي بقى مكتوبه عندكم مهمه جدا، ان احنا هنلاقي مفيش element of nephrotic syndrome، لان هي بيجي بيقول ايه؟ nephrotic، اللي هي بقى important negative data. ايه ال important negative data؟ ان العينين دول ما عندهمش اوليجوريا، ما عندهمش هيماتوريا، وما عندهمش هايبرتنشن. يبقى لما يقول للممتحن ان العيان ده عنده نيفروتيك سيندروم هيقول لي ايه اللي عرفك ان هو نيفروتيك سيندروم؟ خلي بالك لان حاله زي كده ممكن تدخل لك الامتحان كلينيكال. حاله نيفروتيك سيندروم از كومن، يدخل الامتحان على حاله نيفروتيك سيندروم، جاي لك حد عنده إديمة، هيجي تقول له يقول لك يا ابني دي حالتك ايه؟ هتقول له ماسيف جنراليز إديمة، موستلي رينال إديمة، موستلي مينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم مثلا. هيقول لك اول حاجه انت بتقول ان الجنراليز إديمة دي رينال ليه؟ خلي بالكم مش هقول بقى بفرس بقى، دايما هنقول الكلام ده في الكلينيكال ونوضحه. اقول له والله ان انا عملت اكسكلوجن للاذر كوزس اوف إديمة، الكاردياك إديمة هناخد في الكارديولوجي بتبدا فين؟ العيان رجليه الاول تورم، وبعد كده بطنه تعبي ايه؟ ميه، بعد كده جسمه كله يعبي ميه، يبقى بدات من تحت الايه؟ لفوق. اللي عنده ليفر ديزيز بطنه تكبر الاول، وبعد كده رجليه، وبعد كده جسمه كله ايه؟ يعبي ميه. كويس؟ النيوتريشنال إديمة بيبقى معاها لوس اوف ويت، لكن مفيش إديمة بتبدا في السيكونس اللي انا بقوله ده غير مين؟ رينال إديمة. اقول له يا بيه العيان الكورس بتاع الإديمة ما يمشيش معاك كاردياك ولا هيباتيك ولا ايه؟ نيوتريشنال. مش كده وبس، انا سالت العيان ما عندوش اي كاردياك ديزيز، ما عندوش هيستوري اوف اي ليفر ايه؟ ديزيز، يبقى ما ينفعش لا كاردياك ولا ايه؟ ليفر. اما الكورس بدا في بافنس والام قالت لي بدات رجليه وايديه تورم، بعد كده الخاصيه والرمل، بعد كده جسمه كله ايه؟ ضرب. فده كورس ده ماشي مع مين؟ مع الرينال إديمة. يقول لك طيب ايه اللي يعمل الكلام ده؟ اقول له يا اما ده ماسف كده، يا اما ده يكون نيفروتيك، يا اما نيفريتيك نيفروتيك. خلوا بالكم بقى ما احنا خدنا الكلام ده. يقول لك طب العيان ده يا ابني نيفريتيك نيفروتيك ولا نيفروتيك بس؟ اقول له نيفروتيك بس. يقول لك ايه اللي عرفك ان هو نيفروتيك بس؟ اقول له اول حاجه يا بيه سالت على اليورين لونه اتغير، الام قالت لي لا،
No change في الكالر of urine. يبقى شلت من دماغ القصة مين؟ الهيماتوريا. طيب النقطة الثانية قلت لها انت بتجمعي بول؟ قالت لي اه. بيجيب بول كويس؟ الواد مش ملحق عليه بيجيب كميات بول كتيرة، يبقى ما عندوش ايه؟ بوليبوريا. قست ضغطه يا ليه ما لقيتش عنده ايه؟ هايبرتنشن. بالرغم ان الهايبرتنشن لو لوحده ما يكفيش نيفروتيك. ليه؟ لان احنا عندنا ممكن يبقى عندي 10 ايفن ل 20% من حالات المينيمال تشينج يبقى عندهم هايبر تنشن. ممكن 10 20% من حالات المينيمال تشينج يبقى عندهم ايه؟ هايبر تنشن. لكن ايا كان العيان لما بقول ان مفيش هيماتوريا مفيش اوليجوريا مفيش هايبر تنشن معناه ان انا بقوله ده بيور نيفروتيك، ما فيهوش ما معهوش نيفريتيك ايه؟ نيفريتيك ايفنت. الناس اللي ضايقت من المحاضره اللي فاتت بذمتكم لو احنا بدانا كده كنت هتفهموا الكلام ده؟ لما اقول مفيش هايبر تنشن مفيش هيماتوريا مفيش اوليجوريا عارف كنت اقول لكم ايه؟ تعرفها كده دلوقتي. وانا هقول لك ايه؟ هجيبها لك ازاي دي؟ واضح كده؟ يبقى انا هنا لما بقول مفيش هيماتوريا، مفيش هايبرتنشن، مفيش اوليجوريا، انا فاهم ما اعني. كلام واضح؟ فلازم يبقى في بيزك انا بقول ايه؟ عليها. سهله؟ طيب. النقطة التالتة ان العيان ممكن يكون جايب حاجة من الكومبليكيشنز اوف ايه؟ نيفروتيك سندروم. هي ايه الكومبليكيشنز اوف نيفروتيك سندروم؟ في عندنا بقى تو كومبليكيشنز مهمين جدا وخطرين جدا في النيفروتيك ايه؟ سندروم. يبقى الاساس هو الايديم. جاي بماسيف جنراليز ايديم. النقطة الثانية ما معهوش بوليجوريا ولا هيماتوريا ولا هايبر تنشن. النقطة الثالثة يا ترى العيان معاه كومبليكيشن ولا ما معهوش؟ ممكن يكون جاي بحاجة من الكومبليكيشنز. يا ترى ايه هي الكومبليكيشنز اللي بتخاف منها في حالات النيفروتيك سندروم؟ اول حاجه اللي هو الانسيدنس اوف انفكشنز عندهم بتبقى عاليه جدا. انكريز انسيدنس اوف ايه؟ اوف انفكشنز. ليه العيال بتوع النيفروتيك سندروم الانسيدنس اوف انفكشنز عندهم بتبقى ايه؟ زيادة. نفكر كده مع بعض. أول حاجة الإديمة is a precipitating factor for infection. أول حاجة بتخليهم عرضة للإنفكشن وجود مين؟ الإديمة. ليه الإديمة بتعمل زيادة للسستبتابيلتي اوف انفكشن؟ ربنا ده قال كده. إزاي؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. احنا عندنا اي حته فيها ميه اي اورجانيزم يحب يقعد ايه؟ جنبيها. ولذلك اي مناطق تلاقي فيها ميه تلاقي حواليها في عمران سكاني موجود، حتى البشر بيتجمعوا حوالين مصادر مين؟ الميه. مفيش واحد بيقعد كده في الصحراء وجاب له شمسيه ويقول لك الجو حلو هنا. ساعه اتنين يوم مات. خلاص؟ لانه هيموت من العطش ابسط ما يكون. فبالتالي التجمعات السكانيه دائما. والعمران والحياه حوالين مصادر مين؟ مصادر الميه. فهنا كذلك الاورجانيزم بتتجمع في الاماكن اللي فيها ايه؟ ميه. اي اورجانيزم يحب الحته اللي هي يعيش فيها. النقطه الثانيه كمان يا جماعه، انتوا عارفين العرب زمان البدو كانوا يعرفوا مصادر الميه ازاي؟ من الطيور. صح كده؟ الاماكن اللي كانت دايما فيها تجمعات من الطيور يشوف تجمعات الطيور في الحته ديت، يبقى الحته دي فيها مصدر لمين؟ الميه. كل خلق الله يبحث عن مصادر الميه. كويس؟ ويقال ان الحروب القادمه اللي هيتجدها الاجيال اللي بعد كده كلها حروب على المياه. ربنا يسترها وما نوصلش لهذا العهد. ما يعنينا. فهنا بالنسبه لنا القديمه تدود مين؟ النقطه الثانيه احنا عندنا بيحصل نقص لحاجتين مهمين جدا في اليورين، الاميونوجلوبولين جي والضغط زين. بيحصل لهم نقص في اليورين. بيحصل نقص اوف اميونوجلوبولين جي والضغط زين. الاميونوجلوبولين معروف
لكن الضبطزم مش معروف برضو عارفينه من النيماتولوجي. ده بتقول عن الفاجوسيتوزيس بتاع الكبسولات الايه اورجانيزم، لانه دول لو موليكولار ويت ايه بروتين. السبب الثالث ان العيال دول لما نيجي نعالجهم دلوقتي هنستعمل اميونو سبريسيف دراكس تقللهم الكورتيزون. هنستعمل دلوقتي في العلاج اميونو سبريسيف ايه دراكس. يبقى هنا الاميونو سبريسيف دراكس بتستعمل في العلاج دي نفسها هتزود السبتابيليتي تو ايه تو انفكشن. انا بس نفسي افهم اكتبوا ايه استنى موجود في مذكرة استنى بس على تيك توك. يبقى هنا يبقى الإديمة المحاضرة اللي فاتت اتأسست انا عايز تقعد افند النهارده بقى بتوع الباشا كده تمام قاعد تتكيف مالكش دعوة بحاجة ماشي وكل حاجة مكتوبة عنك. يبقى احنا هنا الإديمة النقطة الثانية لوس اوف ميونو جلوبال جي وطاقة سنفليولين. الحاجة الثالثة الاميونو سبريسيف دراكس اللي هي بنستعملها في العلاج هتزود السسبتابيلتي تو انفكشنز. مالو نقلع على طول ماشي. بعد كده يا اولاد الولد ممكن يجي بكمبليكيشن تانية خالص. ايه الكمبليكيشن التانية؟ اللي هو عيان النيفاتيك سيندروم عرضة تحصل له اللي هو الانسلنس اوف ثرومبوزس. الولد ده عنده عرضه ان يحصل له ثرومبوزس بيبقى عندهم هاي انسلنس اوف ايه ثرومبوزس يتكون عندهم ايه ثرومبوزس. يا ترى الثرومبوزس دي بتزيد عندهم ليه؟ الانسلنس اوف ثرومبوزس عندهم هيزيد لثلاثة أسباب. السبب الأولاني إن في زيادة عندهم في البلد فيسكوزيتي. الفيسكوزيتي بتاعت الدم عندهم زيادة. يبقى هنا الفيسكوزيتي عالية. هنعرف دلوقتي لما اللزوجة بتاعت الدم بتزيد الفرصة بتاعت الثرومبوزس هتكون إيه؟ هتكون اعلى. السبب الثاني زياده الكواجوليشن فاكتورز. الكواجوليشن فاكتورز دي المسؤوله عن اي كلوت فورميشن تمام. الكواجوليشن فاكتور عندهم بتبقى ايه زياده في زياده في الكواجوليشن فاكتورز. واحد يقول ايه اللي زود الكواجوليشن فاكتورز؟ بالظبط كده الكومبنسيشن اوف ذا ليفر. مش احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان نتيجة الاوزموتيك بريشر اللي بيقع نتيجة الالبومين بينزل في اليورين الليفر بيحصل له هايبر كومبنسيشن عشان يعوض الالبومين لوس. النتيجة مش قادر يعوض فبيحصل هايبر فانكشن لكل الحاجات اللي بتطلع من الليفر طلع لي الكوليسترول وطلع لي من ضمن الحاجات مين كواجوليشن فاكتورز. السبب الثالث decrease anticoagulant factors. الحاجات اللي بتمنع الكواجوليشن عندهم ايه قليله. الانتيكواجولانت فاكتور عندهم ايه قليله. ايه الانتيكواجولانت فاكتور؟ في عندنا حاجات نورمال بتمنع الكواجوليشن عندنا زي ايه؟ زي الانتي ثرومبين 3 من الاسم اسمه انتي ايه انتي ثرومبين انتي ثرومبين 3. الانتي ثرومبين 3 ده هو ايه الثرومبين؟ اكتف فاكتور 2. احنا عندنا البروثرومبين لما بيتاكتيفيت يتحول الى ايه؟ الى ثرومبين. الثرومبين ده اللي هو اكتف فاكتور 2 بيعمل اكتيفيشن للفايبرينوجين اللي هو فاكتور 1 الى اكتف فاكتور 1 اللي هو الفايبرين. ادي اكتف فاكتور 2 اللي هو الثرومبين ده اللي بيعمل اكتيفيشن للفايبرينوجين
الفايبرين يحوله الى اسف فايبرينوجين الى فايبرين اللي هو اكتف فاكتور ايه واحد. الان ديستروفين 3 بيشتغل هنا كده بيمنع تحويل الفايبرينوجين لايه؟ لفايبرين. لما يمنع تحويل الفايبرينوجين لفايبرين الفايبرين كلوت مش ايه؟ مش هتتكون. لذلك يسموه انتي ترامبين لان بيشتغل يوقف عمل مين؟ الثرامب. النقطة الثانية الانتي ترامبين 3 بيقل، بيقل ليه؟ لانه بيحصل له نقص فين؟ في اليورين. النقطة الثانية عندي بروتين سي اند بروتين اس انتي كواجلنت بيبقوا قليلين. البروتين سي والبروتين اس دول بيعملوا ان اكتيفيشن، خلي بالك من الكلمه، بيعملوا ان اكتيفيشن للاكتف كواجليشن فاكتورز. الفاكتورز مش احنا قلنا مثلا 12 يبقى اكتيفيتد اكتف 12، لما يبقى اكتيفيتد يحول 11 يبقى 11 اكتيفيتد يعمل اكتيفيشن لتسعه، تسعه يبقى اكتيفيتد وهكذا. طيب هو بيعمل ان اكتيفيشن للكواجليشن فاكتور، لما يعمل ان اكتيفيشن للكواجليشن فاكتور يمنع البروجريشن اوف ذا ثرومبس ايه؟ فورميشن. طب ما البروتين سي مش موجود ليه؟ لان برضه لو موليكيولار ويت بروتين حصل له نص فين؟ في اليورين، يبقى الكواجليشن كاسكيد هيشتغل وياخد راحته ويكون ايه؟ يكون ثرومبس. يبقى هنا قلنا اسباب الثرومبوزس، السبب الاولاني اللي هو زياده الفيسكوستي، السبب الثاني الكواجليشن فاكتور زاد، السبب الثالث الانتي كواجلانت فاكتور ايه؟ قليله. نيجي بقى للجزء المهم، الفيسكوستي زادت ليه؟ ايه اللي زود الفيسكوستي؟ لو جينا بصينا على الحاجات اللي زودت الفيسكوستي، اول حاجه الاديمه هي اللزوجه بتاع الميه، للاسف الدم هتقل او هتقاسف هتزيد ليه؟ ان في عندي ايديم. واحد يقول الايديمه زودت البلاد فيسكوستي ازاي؟ فلما يبقى عندي ايديمه الميه خرجت من الانترا باسكولار الى انترستيشن. المشكله الميه في الانترستيشن سبيس كتيره لكن انترا باسكولار ايه؟ قليله. لما الميه تبقى انترا باسكولار قليله البلاد فيسكوستي تزيد ولا ما تزيدش؟ هتزيد. طيب السبب الثاني ان احنا في العلاج دلوقتي لما هنيجي نعالج هنستعمل دايوريتكس. الدايوريتكس بتنزل الميه من الانتراباسكولار اللي بره، تاخد الميه من الانترستيشن للانتراباسكولار على بره. يبقى هنا قللت الميه اللي في الجسم كله ولا لا؟ قللت الميه اللي في الجسم كله. لذلك اكسسيف يوز اوف دايوريتكس ممكن تعرضك لمين؟ للثرومبوزس. طيب السبب الثالث الكوليسترول. الكوليسترول عندك ايه؟ زياده. لما الكوليسترول بيزيد بيزود الايه؟ الفيسكوستي، يبقى هايبر كوليسترولي. طيب السبب الاخير لزياده الفيسكوستي زودوه اذا سمحتم للطالب المتميز فقط لا غير، البولي سايسيميا الار بي سيز عندهم بتزيد. ليه؟ العلاج دول العيال دول هنمشيهم على كورتيزون لفترات طويله، ومن اهم السايد افكتس بتاع الكورتيزون ان هو بيعمل ايه؟ بولي سايسيميا. البولي سايسيميا لما يزيد الار بي سيز كاونت البلاد فيسكوستي يزيد ولا ما زادش؟ تزيد. كل ده هيخلي العيان عرضه لمين؟ للثرومبوز. يبقى ايه اللي عمل البوليسايسيميا؟ الاسترويد ثيرابي. يبقى الاسترويد ثيرابي عمل البوليسايسيميا، البوليسايسيميا زودت مين؟ البلاد فيسكوستي. في مشاكل؟ يبقى العيان نيفروتيك سندروم بيجي في ثلاث حاجات، عنده جنراليزد ايديم، الحاجه الثانيه عنده نيجاتيف داتا مش موجوده، مفيش هيماتوريا، مفيش اوريجوريا، مفيش هايبرتنشن. الحاجه الثالثه ممكن يجي بحاجه من الكومبليكيشنز، يا اما ثرومبوزس يا اما ايه؟ انفكشن. وقلنا ايه الحاجات اللي زود الثرومبوزس وايه الحاجات اللي زود ايه؟ الانفكشن. في مشاكل؟
نيجي بقى نعمل لابوراتوري دايجنوستس انفستيجيشنز. الانفستيجيشن هنا انا محتاجها عشان اشخص اجوبه اساسيه. ليه؟ لان الكلينيكال كور مفهوش حاجه واحده من الثلاثه اللي هو الايه؟ القديمه، لكن الحاجتين التانيين هطلعهم عن طريق مين؟ الانفستيجيشن. الحمد لله انا شايف الناس دلوقتي مش بالارهاق بتاع المره اللي فاتت، حاسس انه قاعد كده مكيف، واخد بالك الكلام التافه اللي انت بتقوله ده، كلام احنا عارفينه. واضح يبدا الافتراء العلمي بقى، ما يعني نيجي بقى نشوف ايه الانفستيجيشنز اللي احنا هنعملها. هنبدا باول حاجه عندنا انا عايز اجاوب عليها، يا ترى العيان عنده هيبي بروتونوريا ولا ما عندوش؟ اقوم عامل ايه؟ يورين اناليسيس. عينه البول يا اولاد بقى لما بناخدها ما ينفعش عينه عشوائيه كده، لا ده احنا بنجمع يورين كام؟ لازم اقول له لا ده انت تجمع يورين 24 ساعه. اليورين ال 24 ساعة بناخد كل الكمية دهية ونوديها المعمل ونبدأ نقول له احنا عايزين تقول لي quantitative amount of protein الموجودة فيه اليورين، يعني قد ايه total amount of protein، مش كده وبس، ويقول لي انواع البروتينز دي ايه. بيعمل حاجة اسمها بروتين الكتروفوريسيس فين؟ في اليورين. بيعمل بروتين الكتروفوريسيس في اليورين عشان يقول لي الانواع اللازمه في اليورين دي هاي موليكولر ولا لو موليكولر ويت بروتين. هيلاقي الاتي، ان في اليورين اناليسيس انا عندي بروتين اكتر من 2 جرام بير 24 اورز. ما معنى هذا؟ ان دي هيفي بروتينوري اكتر من 2 جرام بير 24 اورز. كتاب الاسم مكاتبين اكتر من 3 جرام، ده خطا مطبعي غير مقصود. كويس؟ اكتر من 2 جرام. هو جاي لي هنا بيقول لي يعني البرزنتيشن اوف انفكشن، يعني العالم يكون عنده نيفروتيك، ممكن يبقى عنده نيمونيا مثلا، ممكن يبقى عنده جايب اي صوره ساينسايتس وتايتس ميديا، عنده تونسلايتس، اي صوره من صور الانفكشن اللي معاه محمود في المنطقه دي يشيك عليه ويقفله، يقفله مش يعمله سايلنت، يقفله اللي معاه محمود في المنطقه دي يقفله. امثله للثرومبوز، ممكن يجي لي فيه فينا ثرومبوز تلطف في جنين، ممكن تلطف في اي حته، سيريبرال ستروك ممكن يجي سيبر ستروك، واعتبر بقى نوع الثرومبس في اي مكان عندنا. طب نكمل، يبقى هنا لقيت في اليورين اناليسيس ان البروتين اكتر من 2 جرام في 24 اورز، معناه ان عندي هيفي ايه؟ هيفي بروتينوريا. يقوم واخد عينه ويعمل بروتين الكتروفوريسيس، هيلاقي كل اللي موجود لو موليكولار ويت بروتين، عشان هنا المشكله في مين؟ في السيالو بروتين. فهنا نوع البروتونوريا سيلكتيف ايه؟ بروتونوريا. هتلاقي البومين، ترانسفيرين، ايمونوجلوبولين جي، وات ايفر بقى زي ما يطلع. فعندك الترانسفيرين في جي زياده مش طبعا خطا مطبعي، مكتوب ترانسفيرين مش شايفينها ولا ايه؟ في جي زياده. تمام كده؟ يبقى هنا الالبومين والترانسفيرين والايمونوجلوبولين ايه؟ نشيل كل دول موجودين، لكن مفيش جلوبلين، مفيش عندنا هيموباكسين، مفيش عندنا الحاجات التانية الهاي موليكولار ويت ايه؟ بروتينز. يبقى معناه ان هي سيلكتيف ايه؟ بروتينول. الحاجة التانية هايبوبروتينيميا. هايبوبروتينيميا بقى اسمين؟ التوتال بروتين
والسيرم البيومنج، لان اهم واحد بيتحكم في الاوزماتيك بريشر السيرم البيومنج. يبقى هنا توتال بروتين اند سيرم البيومنج. مكتوب عندكم النورمال توتال بروتين من 6 الى 8 جرام بير سنت او بير ديسيليتر، ده النورمال سيرم توتال سيرم بروتين 6 ل 8 جرام. هذه الارقام يجب حفظها، لازم تبقى عارفها، ان ما بتيجي في الامتحان بتيجي ارقام 6 ل 8 جرام. الالبوم اللي لوحده يمثل 4.5 ل 5 جرام، الالبوم اللي لوحده من التوتال 4.5 الى 5 جرام من التوتال بروتين عباره عن ايه؟ البوم. طيب هنا هلاقي التوتال بروتين واطي والالبوم اقل من 2.5، الالبوم لازم يبقى اقل من 2.5 ايه؟ جرام بير ديسيليتر. طب التوتال بروتين قلت ليه؟ لو جينا شفنا اسباب الهايبوبروتينيميا اللي عندهم، اهم سبب اللي هو لص البروتين فين؟ في اليورين. اهم سبب هو مين؟ البروتينوريا. يبقى هنا اهم سبب للهايبوبروتينيميا هو لص البروتين فين؟ في اليورين. طيب النقطة الثانية، العيال دول نتيجة إن الهايبوبروتينيميا عندهم جامدة ماذا يحدث؟ عندنا في الجي أي تي زي ما بيحصل عندك إديمة بتشوفها تحت الجلد وإديمة بتشوفها في البروتينيوم ساك والكلام ده كله، بيبقى عندك في جات وول إديمة. في الجات عندنا بيحصل إديمة في الوول أوف ذا جات. لما يحصل عندك إديمة في الوول أوف ذا جات بيزود الجات سيكريشنز. الجات سيكريشن عبارة عن إيه؟ ميوكس. يبقى هنا في زيادة في الجات سيكريشن نتيجة إن بيحصل عندك إديمة في الوول أوف ذا جات نتيجة الهايبوبروتينيميا الجامدة. يبقى لما بيحصل عندي هايبوبروتينيميا جامدة نتيجة النزل في اليورين، حصل جنرالايز إديمة. فمن ضمن الحاجات اللي حصل فيها الإديمة الورو بجات. لما يحصل عندك إديمة في الورو بجات الجاب سكريشن بتزيد، بتطلع ميوكس سكريشن زيادة. طب ما هو الميوكس ده أصله إيه؟ الميوكس ده كله بروتين. فهنا لما يزيد الجاب سكريشن كل ده هينزل فين؟ في الستول. يبقى هنا زيادة النص ثرو ذا جات. ليه؟ لأن عندي وول إديمة في الجات. الجات إديمة الموجودة هتزود الميوكس سكريشن، الميوكس سكريشن هيعمل مور هايبو بروتينيميا، يبقى هنا حصل لوس بروتين من الجات وول. السبب الثالث في زيادة في الكاتابوليزم اوف بروتين. في زيادة في الكاتابوليزم، ده احنا بنحرق بروتين بالزيادة. ليه حرقنا بروتين بالزيادة؟ قال لك العيان إيديمتس، لما يكون إيديمتس وزنه زيادة، زي مثلا الواد كان وزنه 20 كيلو، بعد ما جاله الجنراليز إيديما توزنه يطلع 26 27 كيلو، وزنه زاد. الوزن زاد مش نتيجة كذا، نتيجة إن هو عبى مية إيه؟ زيادة. لما الوزن بيزيد البيزل ميتابوليك ريت بيزيد، لأن الثقل بتاع الواحد بيزيد، قوة العضلات عشان تشتغل عشان تشيل الحمل ده هتزيد. فالبيزل ميتابوليك ريت بيزيد، البيزل ميتابوليك ريت لما يزيد هزود الكونسمشن. انا باخد الكالوريز من ايه؟ الكربوهيدرات فات وبروتين، يبقى في جزء من البروتين هيتحرق فور ميتابوليزم. طب الميتابوليزم عندي زاد. في حد قفل مشكلة؟ انا اسمه اوف بروتين، خلاص خلاص خلاص. البروتينيميا الاساس اللص بروتين فين؟ في اليورين. النقطة الثانية الإديمة الموجودة في الوول أوف ذا جات. الحاجة الثالثة زيادة الكاتابوليزم أوف إيه؟ أوف بروتين. ليه الشرط الرابع بقى؟ اللي هو لو موجود يبقى خير وبركة، إن إحنا هنقيس مين؟ السيرم كوليسترول. هنا السيرم كوليسترول هلاقيه إيه؟ هلاقيه عالي. السيرم كوليسترول هلاقيه
طبعا هلاقي ممكن يوصل فوق 300 ملي جرام بالديسيليتر. المفروض الكوليسترول يا اولاد ما ينزلش عن 200 ابدا دلوقتي، كان لحد 250 دلوقتي يعني فيها بحبحه، لكن ما يزيدش عن 200. طب الكوليسترول زاد ليه؟ الكوليسترول زاد ليه؟ اول سبب لزياده الكوليسترول زياده الكومبنسيشن اوف ذا ليفر، تزود السنسس. السبب الثاني لايب بروتين لايبيز قليل اللي حصل له نص فين؟ في اليورين. هل هناك جديد؟ كل ده كلام. توقعات حضراتكم السي 3 اخباره ايه؟ كومبلمنت 3 كومبلمنت 3 كل اللي يقول نورمال بالفم المليان فاهم هو بيقول نورمال ليه؟ ايوه لان دايركت انتيجين انتي بودي ريأكشن ما فيهاش اميون كومبلكس ميديتد ايه؟ ديزيز. الناس بتقول وبنبجح كمان واضح لانه فاهم. طيب النقطة الثانية ادينا الفانكشن نورمال ان مفيش مشاكل او مشكله فلتريشن زياده. طيب بعد كده عايز تطمن الواد عنده اسايتس ولا اعمل له صناعه؟ عايز تطمن عنده بلورال او بريكاردال افلوجن اعمل شست اكس راي، هيبان الكلام ده في الشست اكس راي. تبقى عندك بقى رينال بايوبسي. الرينال بايوبسي اكتب قصاده از نوت روتين انفستيجيشن، ما هوش روتين نعمله لكل الناس. الرينال بايوبسي فقط هتعرفوا بعد لحظات بنعمله للعيانين اللي هم اديناهم ستيرويدز وما استجابوش لمده شهر. ما استجابوش لايه؟ لمده شهر للعلاج. طيب الرينال بايوبسي بقى انا هعمله، خدنا عينه بالكدني سونار جايدد يدخل زي ابره كده تروكن اند كانيلا وياخد بالمقوار كده اكن خد كور من الكيمياء ويطلع يحطه في بلوك الشمع ويبدا يقطعه ويشوفه تحت ايه؟ الميكروسكوب. اول حاجه دايركت لايت مايكروسكوب الهيماتوكسين يبص على الكيمياء تحت الميكروسكوب كل حاجه نورمال، كل حاجه نورمال، لان المشكله فين؟ السيالو بروتين. هل السيالو بروتين ده بيتشاف باللايت مايكروسكوب؟ خالص، يبص على الكيمياء طبيعيه جدا باللايت مايكروسكوب. الشريحه الثانيه قام حاطط عليها فلوريسين وساوى بتاع ثلث ساعه نص ساعه وبعد كده عمل ووش وبدا يشوف يا ترى في حتت بيكتب فيها الفلوريسين ولا لا؟ يلاقي الاميونو فلوريسنت ستادي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ قلت له نيجاتيف ليه؟ صح كده، شوف بقى الدنيا سحتح فاهمين؟ يبقى هنا النيورو فلوريسنت ستادي ايه؟ نيجاتيف. بعد كده نقوم عاملين العيال بتوعنا دول الكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب كل اللي هتجده الاتي. شايفين الخليه اللي انا رسمتها باللون الاسود ده؟ خليه بتاعت مين؟ الإفيثيليوم بتاع البومنز كبسول. الإفيثيليوم ده زي ما انتم شايفين كده له بروسس بروجكشنز زوايد اللي هي فوق دي. الزوايد اللي فوق دي بتبقى بتمسكه في البيزمنت ممبرينه زي ايه؟ زي كده. تبصوا على العيال دول تلاقي اللي عندهم الاتي الفود بروسيسز ديت حصل لها ادهيجن، حصل لها فيوجن، حصل فيوجن اوف ذا فود بروسيسز. تبص تحت الالكترون مايكروسكوب تلاقي الفود بروسيسز دي حصل لها ايه؟ فيوجن اوف ذا فود بروسيسز. ايه سبب الفيوجن ده؟ قال لك والله اسباب كثيره، من ضمن الاكسبتد ان السيال بروتين لما الانتي بودي بيدوبه بينزل يترسب ما بين الايه؟ الفود بروسيسز، فبيعمل ادهيشن ما بين الفود ايه؟ بروسيسز. يبقى هنا كل اللي بيظهر باللايت مايكروسكوب لا شيء، الميونو فلوريسنت لا شيء، بالالكترون مايكروسكوب يا دوب الفود بروسيسز حصل لها ايه؟ فيوجن. من هنا الوصف سموها مينيمال مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم. ليه؟ لان كل الباثولوجي اللي في الكدني او الهيستوباثولوجي بتاع الكدني طبيعي جدا عدا الالكترون مايكروسكوب يدوش فيه فيوجن ما بين الايه؟ الفود بروسيسز، فسموها مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم.
في مشاكل الكيدني بايوبسي ما بنعملوش روتين، قلت بعمله بعد شهر لو العيان ما استجابش للايه؟ للعلاج. طب هنعالج ازاي بقى؟ تريتمنت. الديفرنشال دايجنوز هقوله لما اخلص العلاج بتاع العيان، شوف بقى الديفرنشال دايجنوز بتاعه ايه ونظبط الدنيا. اخرى او حاجات اخرى
أخرى محتاجينها، اللي هي مين؟ manners. اللحمه هو مش يقدر ابويا ياكله لحمه، ليه؟ اللحمه غاليه.
كله منتجات ألبان. منتجات ألبان إيه؟ بيشربوا لبن؟ قال له لا، لأن اللبن في دهون. ولا خالي دسم ولا نصف دسم والقصة دي كلها. طيب نديله إيه؟ نديله جبن. جبنة هي اللي فيها البروتين. بس يكون جبنة قريش، ممنوع أي جبن أخرى. لأن الجبنة قريش دماغك في إيه؟ لا ترجع من جبنة القريش. جبنة القريش أصح نوع من أنواع الجبن. أصح أنواع الجبن هي الجبنة القريش. الجبنة القريش فيها كل البروتين بتاع اللبن. بدون كوليسترول، بدون إيه؟ فات خالص. طيب الجبنة القريش تديها له، لكن جبنة بيضة، جبنة نستو، جبنة مش عارف إيه، كل ده ممنوع. ليه؟ لأن التانية فيها نسبة دهون عالية، فممنوع تديله جبن غير الجبنة الإيه؟ القريش. يبقى خلي بالك من الطبيخ ده، إن أساتذة الأطفال كيفة في الحاجات ده، هي في اللجنة بيصنعوا الفوائد معاك، والطالب يخرج بره، وأنا كنت بمتحن أطفال، ولا أنا ولا اتصال منزلي، ولا مش عارف إيه اللي بيعملوا لنا ده. ماشي؟ ده مهم جدا. ثانياً لعلمكم بقى بتاع الأطفال عشان يبقى شاطر في مهنته، دايما العيادات بتاخد صيت من دكتور الأطفال اللي بيعرف يتكلم مع الأمهات عملية أكل الطفل كويس قوي، يبقى فاهم في موضوع الأكل كويس قوي. تمام؟ لا تاخد كذا، ما تاخدش كذا، ما تخليش الأم بقى تقول لك بقى أنا مش هتنقى، أنا مولودة في المطبخ. أنت تفهم أحسن مني؟ أه أفهم أحسن مني. أقول لك تاكلي كذا وما تاكليش كذا. تمام؟ لكن دي تتعمل كذا وما تتعملش كذا، لازم الكلام ده واعي بيه جدا. كطبيب اطفال لازم تبقى عارف ايه اللي بيتعمل في المطبخ صح، مفهوم؟ مش بتاكل كده، لازم تبقى عارف ايه اللي بيتعمل مظبوط. تمام؟ طيب بعد كده نيجي بقى للمينرالز. المينرالز الاملاح، عندي صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وغيره. هيهمني دلوقتي الصوص، الملح. الملح نديله ملح في الاكل ولا لا؟ لا. ليه ده؟ عشان عنده الكوليسترول زياده، الكوليسترول هيقوم ساحب الملح ويقوم واخد ميه معاه زياده، يقوم الاديمه اللي عنده ايه؟ تزيد. يبقى هنا ممنوع الملح في الاكل، لان الملح اللي في الاكل ده هيزود الاديمه عنده ايه؟ زياده. الفيتامين لا مانع، الميه لا مانع، يشرب اللي هو عايزه منها. جاي لي هنا ممكن نستعمل مصادر نباتيه للبروتين زي الفول الصويا بدل الانيمال سورس. احنا عايزين نديله هاي بيولوجيكال فاليو بروتين، انيمال بروتين كويس، مش البلاد سورسز. البلاد سورسز بيولوجيكال فاليو بتاعها قليل قوي، كل اللي فيها معظمها نون اسينشال امينو اسيدز. طيب النقطه الثالثه في العلاج، انا عايز اقلل الاديمه، يبقى هضطر اديله ايه؟ دايوريت. يبقى هنضطر ندي دايوريتكس. الدايوريتكس احنا بنديها على الاقل اسبوعين، على الاقل اسبوعين. الدايوريتكس عندنا طبعا اللازكس ده لوب دايوريتكس قوي جدا، بس مشكلته ان هو بيعمل بوتاسيوم لص، فلازم اذا اديت لازكس تدي معاه ايه؟ بوتاسيوم. الدوز من 1 ل 3 مللي جرام في الكيلو، بس مش مهم الدوز، مش مهم الدوز دي. الدوز المهمه بقول لك مهمه. هتقول لازكس وخلاص زائد بوتاسيوم. طيب الادكتور ويك دايوريتكس، لكن انا محتاجه، عارف محتاجه ليه؟ عشان الادكتون بيعمل بلوك للالدوسترون ريسبتور، والالدوسترون عند العيال دول ايه؟ عالي. يبقى انا هنا استعمل الدوسترون بس ضعيف، ويك دايوريتكس. الالدوسترون في ميزه ان هو بوتاسيوم سبيرنج، يعني مش محتاج ادي معاه ايه؟ بوتاسيوم. طيب نعمل ايه؟ اصح الاراء نستعمل لازكس زائد الدكتور. اصح الاراء نستعمل مين؟ اللازكس والالدكتور الاثنين مع بعض. يبقى هنا لو انا العيان عنده ماسك اديما، اديله لازكس والدكتور وما تدينيش معاهم بوتاسيوم. ادي لازكس والدكتور ما تدينيش معاهم ايه؟ بوتاسيوم، لان الالدكتور مع اللازكس هيمنع البوتاسيوم ايه؟ لص. احيانا نضطر ندي اوزموتيك دايوريسيس. الاوزموتيك دايوريسيس بندي مانيتوريا، ده نوع من الشوجرز ملوش ميتابوليزم.
تاخد اي بي يقوم يحصل له فلتريشن عن طريق الكدني، يقوم ساحب ميه كميه كبيره ونزلها فين؟ في اليوريك. بس عشان ازود الايفكت بتاع المانيتول بندي معاه لازكس دايما، بندي مانيتول ولازكس الاثنين مع بعض. اخذا بقى انواع الدايوريتكس على الاطلاق، هو ايه اهم حاجه عملت عند الاديما؟ الانتي دايوريتك هرمون ولا الالدوسترون؟ ده الانتي دايوريتك هرمون والالدوسترون كلهم حصلوا توابع للاوزموتيك بريشر اللي هو ايه؟ واقع. يبقى هنا احسن حاجه تظبط الاديما ان انا اظبط الاوزموتيك ايه؟ بريشر. اظبط الاوزموتيك بريشر ازاي؟ ان انا ادي البومين، ندي ايه؟ البومين. يبقى هنا اقوى دايوريتكس هنديه اللي هو مين؟ الالبومين. خلي بالك من المصيبه دي. العيال بندي له حاجه اسمها سولت فري البومين، يعني البومين خالي من الملح. فهمنا يعني ايه خالي من الملح؟ عشان الملح عشان الالدوسترون. اذا اديته البومين، الالبومين ده يعمل ايه؟ هيعلي الاوزموتيك بريشر. لما الاوزموتيك بريشر يعلى يقوم شفط كل الميه الموجوده في الانترستيشن ايه؟ سبيس. يقوم البلاد فوليوم يزيد مره واحده. لما يزيد مره واحده الكدني ما تقدرش تطلع كل الميه دي مره واحده. يقوم العيان يجي له هايبر بوليريا كونجستيف هارت فيلير اند ديث. فجاه بعد العيان جاب حقنه البومين، الحقنه فيها الالبومين دي بتبقى حوالي 200 جنيه وشويه. وجبت علقها له. وبعد ما علقها له قلت له بس انا هروح اصلي وارجع لك. جيت رجعت لقيت الدنيا مقلوبه وناس بتصوت وبتاع وفي لقيت حد بيعمل بيسا ستيشن، العيال صدره بيبقلل اند دايت. يقول لي يا جماعه هو ما انتظرش الحقنه ليه؟ يقول لك ما الحقنه خلصت يا دكتور بعد ما خلصت حصل له اللي حصل له ده. يقوم باصص عليه يقول له الحمد لله دي ما فشت خالص، الحمد لله دي فشت قبل ما يموت. يخرب عليك ما انت مش فاهم دي مصيبه. خلي بالك انا عايز كل الميه اللي تطلع من انترستيشال سبيس تنزل على اليورين. انا لما بدي عيان البومين بكون مدي معاه لازكس على طول، بدي معاه ايه؟ لو دايوريتكس زي لازكس عشان الميه اللي يجيبها انتراماسكولار تنزل كلها فين؟ في اليورين. يبقى اوعى تدي العيان البومين بدون ما تدي معاه ايه؟ لازكس. طبعا انا لما اظبط الاوزموتيك بريشر تلاقي الاديمه اتظبطت. وادام الاوزموتيك بريشر اتظبط مين اللي كان متضايق من الاوزموتيك بريشر؟ هو الواطي ده وكان متجنن وعامل لنا مشاكل. الليبر الله ينور عليك مش كان هو ده اللي متضايق من اللو اوزموتيك بريشر؟ الليبر دلوقتي الاوزموتيك بريشر بدا يظبط ان اعلى ده قلبه. يقوم الليبر يبطل بقى ايه؟ الكومبنسيشن، ما يطلعش كوليسترول الهايبر ليبيديما تتصلح. كويس؟ ما يطلعش كواجوليشن فاكتور يبقى موضوع الثرومبوزس والقصه دي ايه؟ دي تتصلح. كل بقى البلاوي اللي كانت بتطلع نتيجه الهايبر كومبنسيشن اوف ذا ليفر ايه؟ تبدا تتظبط. يبقى هنا ده هيريح الليفر تماما لما ادي اوزموتيك ده اسف لما ادي السولت فري البومين للعيان. في مشاكل؟ يبقى هنا دول الدايوريتكس. اه موجود في السوق اه. صح كده؟ زميلكم بتقول بينزل في اليورين، صح ما ينزل في اليورين. لان المصفى لسه بايظه. بس الفكره ايه؟ انا بدي كميه تعوض اللي بينزل في اليورين، الاوزموتيك بريشر بتاعه ايه؟ هو مكلف صحيح لكن بيظبط العيان. وبالتالي ما بيجيبوش لاي حد، لازم يكون عيان قادر عشان يقدر يجيب هذا العلاج. بعد كده احنا بقى بدي دايوريتكس. الخطوه اللي بعد كده هدي سبيسيفيك دراجز، بس بنقول لك اصبر على الدايوريتكس قد ايه؟ اسبوعين قبل الاستيب اللي بعدين. ليه؟ قال لك اول حاجه انت لما تدي دايوريتكس وتنتظر اسبوعين على ما تبدا الدراج ثيرابي ممكن عادي يخف لوحده، دي بتحصل في نسبه كبيره. عيان الاميون هي اوتو اميون، ممكن العيان بتاعنا يخف لوحده ويبقى زي الفل. تمام؟ وكفى الله بالمؤمنين. قال ايه؟ شرط القتال وخلصنا، يبقى لا هياخد اميون وسبريسيف ولا القصه دي كلها. طيب بعد كده قال لك انا لما نزل الاديمه وزن العيان كان 26 كيلو، بعد ما نزلت الاديمه وصل لوزنه الحقيقي اللي هو 20 ايه؟ كيلو. كل الاميونو سبريسيف دراكس بنقول كم مللي جرام بالكيلو، يبقى انا هحسب على وزنه الايه؟ الحقيقي.
لو جيت حسبت الوزن اللي موجود دلوقتي هديله هاي دوز من الاميونو سبريسنت دراكس ممكن تموته. يبقى انا نازل الاديمه وصلت للوزن الحقيقي اللي انا احسب عليه مين؟ الاميونو سبريسنت دراكس. الحاجه الثانيه وجدوا ان لما يكون عيل عنده اسايتس اسايتس دي صوره من صور الاديمه الاسايتس دي بتضغط على الرينال فيسل. لما تضغط يا اولاد على الرينال فيسل تقلل الرينال برفيوجن الدم ده رايح للكدني قلب. يبقى الاميونو سبريسنت لو انت اديته في الوضع ده مش هيوصل بكميه كافيه لمين؟ للكدني، مش هيشتغل كويس على الكدني. يبقى ريسبونس تو اميونو سبريسنت دراكس في الناس اللي عندهم ايديما بيكون اقل. ليه؟ لان الاسايتس بتضغط على الرينال فيسل بتقلل الرينال برفيوجن بتقلل الريسبونس تو اميونو سبريسنت دراكس ثيرابي. اللي اهم من ده كله بقى انا هدي اميونو سبريسنت دراكس، انا بهدي اميونو سبريسنت دراكس انا خايف من ايه؟ انفكشن. يبقى دلوقتي ده بعمل يورين كالشر عشان لو في اي عنده حاجه في اليورين عليه كالشر عشان لو في ميكروب في اي حته عنده. واهم من ده كله التي بي اكسكلود مين؟ التوبركلوزس، لان ربما يكون عنده تي بي في اي حته لو اديتكم اميونو سبريسنت يجي له ميليار التوبركلوزس يموت. يبقى هنا بعمل اكسكلوجن اوف سيريس ايه؟ انفكشن خلال الفتره الانتهائيه. يبقى الدايوريتكس اسبوعين ليه؟ ممكن يخف لوحده، بقلل وزنه عشان اوصل للوزن الحقيقي اللي هحسب عليه، بقلل الاسايتس فبزود الرينال برفيوجن واحسن ريسبونس تو اميونو سبريسنت ايه؟ دراكس. غير كده بعمل اكسكلوجن للانفكشنز في الفتره الانتهائيه. بعد كده ننتقل الى اللاست ستيب اللي هو سبيسيفيك دراج ثيرابي. ده بقى محتاجين حضراتكم كل كلمه مكتوبه عندكم بس نبص هنا هاو تو ابلاي الكلام ده نفهمه. احنا بنعمله ازاي؟ عشان لما تكتبه ابقى فاهم او تقرا المكتوب عندك تفهم. جاي بيقول لي ان البيد ريست والعين ينام فلات يبقى هتزود الانسنس اوف ديب فينس ثرومبوزس. ذيس ترو. الحقيقه احنا اي واحد هينام في السرير مش معنى ذلك ان ما يتقلبش في السرير. احنا بنقول الاهل اي واحد ينام لازم يتقلب في السرير، شويه على جنبه ده شويه على جنبه ده، نجيب له مخده مرتبه هوائيه الى اخره عشان برضه قصه مين؟ الديب دي. فمش معنى ذلك بقول ينام فلات يعني اربطه في السرير ويسيبه ما يتحركش. لا، يبقى هنا البيت كير لازم تتعمل عشان ما يحصلش ديب فينس ثرومبوز. تكتبلي تاني اند فلات بوزيشن هيقلل لينا البلاد فلو وهيزود المور انتي دايوريتيك هرمون ووتر ريتنشن زي ما قال هازم. علاقه الرينال بلاد فلو بالانتي دايوريتيك هرمون ده قصدك الالدسترون؟ كان قصدك الالدسترون؟ لا، هو الفكره الموضوع ريليتيف ازاي؟ احنا لو واحد فينا نام فلات الرينال بلاد فلو بيقل 20%. كويس؟ This is accepted. الفلتريشن هيقل 20%، البروتينول هيقل 20%، انا اولى بذلك. لكن مش وصلت لدرجه باثولوجيكا ان طلع الدسترون مش انتي دايوريتيك هرمون. تكتب لي بعد كده سيلكت بروتينوريا كاوزنس لوس اوف اميونوجلوبولين جي. يمكن القصد هنا بيقول لي انت بتقول ان دي سيلكت بروتينوريا الاميونوجلوبولين جي ليه؟ اللي هو مولوكيولار بروتين عشان جبنا سيري الجلوبولين. اميونو جلوبولين مش معنى ان ذلك ان هو بيتكون من الجلوبولين، ده هو محتويات تكوينه من الجلوبولين، لكن ما هواش واخد نفس المولكيولا ويت بتاع الجلوبولين، وبالتالي كان زي الهيموجلوبين بقى. انا في كلمه جلوبين يبقى خلاص يبقى حاجه كبيره، لا هو في محتويات من الجلوبين بارت. ميكانيزم اوف كونجستيف هارت فيلير اوزموتيك دايوريسيس. انا ما كنتش في الاوزموتيك دايوريسيس. الناس اللي بياخدوا ايه؟ سولت فري ادوين. ليه هيجيلهم كونجستيف هارت فيلير الناس اللي بياخدوا سولت فري ادوين؟ لان لسه قايل لما ادي حاجه تظبط الاوزموتيك بريشر هنسحب الميه اللي في الانترستيشن سبيس، البلاد فوليوم هيزيد، هيجي له كونجستيف ايه؟ هارت فيلير. فقلنا نتفادى الموضوع ده ازاي؟ بندي معاه ايه؟ لازم يكسب كميه كبيره عشان ينزل كل ده. شوف بقى ايه اللي بيستعمل هنا. خلاص سيبوكم الورق وخلوكم معانا اذا سمحتم.
نعرف بقى العيانين دول ازاي. العيان مريح في السرير واخد البيت كيرف بتاعته عشان الدي بينا الثرومبوز ما تحصلش. العيان مظبطين الاكل بتاعه، الوجبات اللي بتجيله فيها كربوهيدرات كتير وبروتين كتير لكن الفات قليل والملح قليل. العيان ماشي على ايه؟ دايوريتكس. وبدانا بقى الاميونو سبريسيف دراجز، هنبدا بالكورتيزون. بنبدا العيان اقول له انت هتاخد بريدنيزون، بريدنيزون اتنين ملي جرام، دوز عارفينها بالكيلو جرام بير ديكي ماكسيم كام؟ 60. هندي كورتيزون 2 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي ماكسيمم ايه؟ 60. طيب الولد بتاعنا هنقول له هتمشي على الكورتيزون ده هوك، وعايزين حاجه تعملها الام كل يوم الصبح. ايه اللي تعمله؟ نقول لها العيل اول ما يقوم الصبح من النوم تاخدي منه عينه يورين وتروحي تدخلي المطبخ اللي هو موجود وتسخني الانبوبه. لقيت الانبوبه شبرت كده، كبرت جو اجرم، معناه ان هو عنده ايه؟ عنده بروتين في اليورين. كويس، بنعلمها مش بتروح تعمل تحليل. يبقى هنا بنعمل فولو اب كل يوم نشوف يا ترى في البومين في اليورين ولا لا. يبقى هنا كل يوم بياخذ راسوس بتاعته، وكل يوم الصبح الام بتعمل تحليل بول وتشوف في البومين في اليورين ولا ما فيش. طيب بعد كده الام كل يوم بعدي عليها، النايب يعني اللي موجود بيعدي عليها، لقيت زلال في البول، لقيت زلال في البول، خلاص زي ما احنا على العلاج. قعدت يوم اثنين اسبوع اثنين زي ما تكون، لحد ما الام تيجي تقول لي يا دكتور انا خدت العينه النهارده الصبح قعدت اسخن فيها ما تكونتش الحاجات اللي كانت بتعملها دي زي البيض كده، لا ما اتغيرش لونها. يبقى هنا اصبح قلبه من ايه؟ فري. يبقى هنا اتني ماشي لحد قلبه من فليورين يصبح ايه؟ فري. لو القلب من فليورين اصبح فري نقول للام ايه؟ طب خلاص استعينوا على قضاء حوائجكم بالايه؟ بالكتمان. داري على شمعتك تقيل، اي كلمتين احمد الله على هذا. واخد بالك النهارده كام؟ تقول لك يا بيه النهارده الحد، كويس النهارده 8/11. هنمشي على كده 15 يوم، من 10 ايام ل 15، الافضل ايه؟ 15 يوم. نمشي على كده في اسبوعين، مكتوب عندكم من 10 ل 12 يوم، احنا بنمشي في ايه؟ اسبوعين. تقول لك يعني انا زي ما انا اسبوعين اي وبرده كل يوم اطمن، كل يوم اطمني برده انه ما فيش قلبه من فين؟ في اليورين. استمرينا اسبوعين كل يوم الام بتحلل ما فيش قلبه من في اليورين. جيت بقى بعد اسبوعين تحديدا يوم 19/11، نفترض جيت النهارده 19/11، بعد اسبوعين ايه الاخبار؟ الحمد لله يا دكتور بقى لنا كده اسبوعين زي الفل ما فيش حاجه. نقوم نعمل لها ايه؟ نقول لها كده الحمد لله، نبدا بقى نقلل الكورتيزون ببطء شديد، نعمل جرادوال ايه؟ تابرنج اوف ستيرويدز، نسحب الكورتيزون بقى ببطء شديد ونعمل لها جدول بقى بطريقتنا، مالكش دعوه نعمله ازاي، بنعمل جرادوال تابرنج اوف ستيرويدز بحيث اسحبه ببطء شديد عشان ما يحصلش سوبر رينال ايه؟ شوت داون. ونقول لها خلاص تمشي بهذا الجدول لحد ما توقفي الكورتيزون تماما وكأن شيئا لم يكن. النسبة دي قد ايه؟
نسبة دي تتعدى 70% من الحالات بيمشوا بهذا الوضع. الأمور انتهت، في مشاكل؟ لكن افترضنا استمريت على العلاج وكل يوم الأم بتتحلل لحد ما وصلت الوان مانث وما زال في قلبه من فيليوريا، تعين تاني بقى مش عارف يجي واحد بقى كان نايم ويصحى لا مش كان شويه ايه اللي دخلني هنا كده خلاص اللي خف خف بقى. انا بتكلم على عيان تاني، عيان تاني اللي نايم يبدا يصحى من هنا من العين التاني ده، اديته كورتيزون وبعد كده بحلل كل يوم سلالة البول كل يوم فيه بقى لي شهر على علاج وما زال في قلبه من فين؟ كليون. اجي بعد شهر لقيت القصه زي ما هي، قلناها بقى بص يا ست الكل احنا هناخد معاد ناخد عينه في الكلى طول ناخد نعمل لينا ايه؟ بايوبسي. يبقى هنا اضطريت ان انا اعمل هنا في التوقيت ده ايه؟ رينال بايوبسي. طب يا دكتور خدت معاد امتى؟ انا والله في واحد صاحبي اعرفه كويس قوي خدمني وقال لي هاخد لك العينه على طول بكره، فبكره تبقى مجهزه نفسك الولد الصبح تحميه وتشططيه وتظبطيه عشان حاجتك عشان نعمل مين؟ الرينال بايوبسي. طيب انا ما بسالش عشان كده يا دكتور، طب انا اعمل ايه؟ اوقف بقى العلاج لحد ما نعمل العينه ولا لا؟ زي ما انت عن علاج الى ان ايه؟ تظهر نتيجه الرينال بايوبسي زي ما احنا ماشيين على الكورتيزون. ظهرت عينه الرينال بايوبسي. لما ظهرت عينه الرينال بايوبسي طلع ان الموجود مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم. لو طلعت مينيمال تشينج نيفروتيك سندروم اقول لها الحمد لله استمر زي ما انت على نفس العلاج كورتيزون بس، وغالبا الواد هيستجيب خلال هذا الشهر الثاني، غالبا بيستجيب وفعلا بيستجيب لان مفيش مينيمال تشينج ما تستجيبش على كورتيزون. لو طلع الولد فوكال جلوميريولوسكليروز، الباثولوجي بتاعه طلع قال ان ده فيه فوكال جلوميريولوسكليروز. لو طلع فوكال جلوميريولوسكليروز زي ما هتكلم دلوقتي في الديفرنشال دايجنوزس يمكن ما الحقش اقول ان الفوكال جلوميريولوسكليروز مشكلتها ان هي فريكوانت ريلابسر، يعني العيان يخف ويرد يخف ويرد يخف ويرد. انا عرفت النهارده بقى ان هي فوكال جلوميريولوسكليروز ممكن لو استمريت على الكورتيزون يخف بس هيرجع تاني. نعمل ايه؟ قال لك بقى هنا لازم ادي سايتوتوكسيك دراج مع الكورتيزون. بس نعمل ايه؟ نقوم بقى عشان اخف من السايد افكتس. اقول للام انت بتاخدي قد ايه كورتيزون؟ زي مثلا بتقول لي انا بديله يا دكتور 6 اقراص كورتيزون كل يوم. قرصين في الفطار وقرصين في الغداء وقرصين في العشاء. هنقول لها هتدي كل الكميه دي، وفي بعض الناس يقول لك كفايه تلتين. هنقول هندي كل الكميه كم قرص؟ 6 اقراص. هتديهم له مع الفطار الصبح. كويس؟ هتدي يوم ويوم لا. يوم يصحى يفطر ويفقع كورتيزون بعديه، ويوم يصحى يفطر ويفقع عليها اي حاجه ثانيه غير الكورتيزون. تمام؟ بس يوم ياخد كورتيزون يوم ما ياخدش ايه؟ كورتيزون. يبقى هبدا ادي الكورتيزون سنجل دوز ان ذا ايرلي مورنينج افري اذر داي، يوم ويوم لا. وهنبدا ندخل الكايليتنج ايجنت من سايتوكسيك حاجه اسمها سايكلوفوسفامايد اللي هو الاندوكسان، مش عارفين الاسامي دي. المهم سايتوتوكسيك دراج هنبدا ندخل ايه؟ سايتوتوكسيك دراج. السايتوتوكسيك دراج الدوز مش عليك يبقى هدخل سايتوتوكسيك دراج. طيب امشي على كده قد ايه؟ من 6 اسابيع يعني شهر ونص الى 3 اشهر، من شهر ونص لثلاث اشهر. ايهما افضل؟ كل ما تطول المده كل ما يكون ايه؟ افضل. يعني نقول لها الافضل نكمل ايه؟ 3 شهور. غالبا العين بيخف وكان شيئا ايه؟ لم يكن. يبقى هنا لو الولد طلع فوكال جلوميريولوسكليروز نقول لها الكورتيزون هناخد الجرعه كلها مع الفطار الصبح يوم
ويوم لقى، وبعد كده هنضيف معاه حاجه من الالكاليتيك ايجنت السايتوتوكسيك اللي هو السايكلوفوسفامايد او الاندوكسان. هذا الكلام يستمر عليه لمده شهر ونص الى ثلاثه اشهر. لو الولد طلع من برينو بروليفراتيف جلوميرولونفرايتس، الممبرينو بروليفراتيف مشكلتها هنعرفها في الديفرنشال دايجنوز اول حصه قادمه، ممبرينو بروليفراتيف ان الانسلنس اوف ثرومبوزس عندهم بيبقى عالي جدا جدا جدا. نعمل ايه؟ نقوم قايلينها الاتي، هتاخدوا كل جرعه الكورتيزون الصبح از ايرلي مورنينج. كورتيزون ايه؟ الصبح. يوم ويوم لا. في مشاكل؟ يوم ويوم لا. وبعد كده هتاخدي معاه حاجه من الانتي ميتابولايت من السيتوتوكسيك، حاجه اسمها ازاثيورين او الاميوران، مش مهم، سيتوتوكسيك دراج. برضه قد ايه؟ من شهر ونص الى كام؟ الى ثلاثه اشهر. طب ايه اللي اتغير؟ هبدا اضيف معاه انتي كواجلنت، هدخل معاه انتي ايه؟ كواجلنت، لان الانسلنس والثرومبوز عندهم ايه؟ عالي. طب افترضنا ممبرينس، الممبرينس دي بقول لها مفيش فايده من العلاج، مش هينفع ندي علاج، لان 10% بينتهوا برينال فيلير. واحد يقول لي 10% ينتهوا برينال فيلير، امال 90% هيحصل لهم ايه؟ هيموتوا بالكومبليكيشن، يا ثرومبوزس يا انفكشن، هيموتوا بحاجه من الكومبليكيشنز تحرك. الكلام واضح؟ احنا قلنا ايه النهارده؟ النهارده اتكلمنا على الاتي. معلش اخلص بس اللي انا عايزه، وبعد اي سؤال انا بقعد بقول. اتفضل. احنا عندنا خلاص النهارده اتكلمنا على الاتي، يعني ايه كلمه نيفروتيك سندروم؟ ديفينيشن. الديفينيشن اوف نيفروتيك سندروم عباره، خلاص يا جماعه الناس دول مستأذنين، ولا انتوا مستأذنين على السيستم اللي ما وريهاش؟ السبب انه ظبط الدنيا. خلاص. بالنسبة لنا نيفروتيك سندروم قلنا عبارة عن كلينيكال سندروم كاركترايز باي هيبي بروتينوريا، هايبوبروتينيميا، ماسيف جنراليز انيما ويز اور ويزاوت هايبر كوليسترولين. طيب ايه اسباب النيفروتيك سندروم؟ قسموها حسب الباثولوجي الى برايمري وسكندري. البرايمري قلنا المينيمال تشينج، كونجنتال نيفروتيك، ممبرينس، ممبرينو بروليفراتيف، رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونفرايتس وفوكال جلوميرولو اسكليروس. سكندري تو سيستميك ديزيز، ممكن يكون لوبس، ممكن يكون دايابيتس، ممكن يكون هيدوشن لاين، ليمفوما، سيكل سيل، دراجز، نيفروتوكسيك دراجز زي الديفينسيلامين والجولك، او شيستوزوما مانسوناي والملاريا الى اخره. قلنا جميع هذه الاسباب بتعمل نيفريتك او نيفريتك نيفروتك او نيفروتك، عدا الكونجنتال والمينرال تشينج يعملوا نيفروتك فقط لا غير. طيب وجينا قلنا ايه هو الموست كومن في ده كله؟ المينرال تشينج نيفروتك سندروم، لذلك شرحناها بالتفصيل. مينرال تشينج سببها ايه؟ ان طلع عندي انتي بادي بيعمل لوس اوف نيجاتيف شارج سيالو بروتين، تمام، وقلنا ان هي بتتحسن باي ميزلز انفكشن، وفهمنا ليه. كلينيكالي العيان ده في ايه؟ بيجي عنده جنراليز انيما، ما عندهوش هيماتوريا ولا هايبرتنشن ولا اوليجوريا، او ممكن يجي بحاجه من الكومبليكيشن اللي هي اما ثرومبوزس يا اما ايه؟ انفكشن. وكده قلنا الثرومبوزس هيحصل فيهم ليه؟ يا اما الفيسكوستي زياده، يا اما الكواجوليشن فاكتور زادت، يا اما الانتي كواجولنت فاكتور ايه؟ قلت. وكل واحده من دول عرفنا حصلت ليه. الانفكشن زاد ليه؟ الاديمه، اللوس اوف اميونوجلوبين جي والتابتزن، او استعمال الاميونو سبريسيف ايه؟ دراجز. بعد كده اللاب دايجنوزس محتاج اثبت الواد عنده هيبروتونوريا
وسيلكتف، عملت يورين اناليسيز وضح هذا الكلام. محتاج اشوف عنده هايبوبروتينيميا ولا لا، اسم التوتال بروتين والسيرم البومين لقيناهم قليلين. وقلنا ايه اللي عمل الهايبوبروتينيميا؟ اللوس بروتين اساسي في اليورين. النقطه الثانيه بيحصل شويه لوس من الجي اي تي نتيجه الكاتي ديما، وبالاضافه لكده بيحصل جزء من البروتين بيتكسر نتيجه ان البيزر ميتابوليك ريت عندهم ايه؟ زياده. بعد كده الكوليسترول زياده نتيجه كومبنسيشن من الليفر او لايبوبروتين لايبيز قليل، فالدستركشن هيكون ايه؟ قليل. الرينال فانكشن عندهم طبيعيه، السي 3 عنده كويس. قلت ما بعملش رينال بايوبسي الا للناس اللي هم ادينا لهم علاج لمده شهر ما لقيتش فيه استجابه، واقول لك كل اللي موجود في الرينال بايوبسي انه مجرد فيوجن للفود بروسيسز تحت الالكترو مايكروسكوب، لذلك سموها مينيمال تشينج نيكروتيك سيندروم. عالجناهم ازاي؟ قلنا اول حاجه في العلاج كومبليت ريست امبيد عشان اقلل نص البروتين في اليورين واقلل الكاتابوليزم اوف بروتين. ادينا اكل فيه كربوهيدرات زياده وبروتين زياده وملح قليل وفات قليل. بالاضافه لكده ادينا دايوريتكس، والدايوريتكس هتدي لازكس دي لازكس والتاكتون، هتدي اوزموتيك دايوريسيس زي المانيتول، واحسنهم على الاطلاق ان انت تدي سولت فري ايه؟ البومين. النقطه الرابعه قلنا السبيسيفيك دراج ثيرابي، قلنا بدانا بالكورتيزون وكل يوم هنحلل زلال في البول لحد ما يختفي، بنستمر على نفس العلاج اسبوعين وبعد كده نعمل جرادوال تبري. العلاج بقالنا شهر ومفيش نتيجه، اضطرينا نعمل ايه؟ اضطرينا ان احنا نعمل رينال بايوبسي. حسب الرينال بايوبسي عدلنا اسلوب العلاج بتاعنا. ومعايا ثلاث اسئله اصحاب هيقولي بعد المحاضره. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.